السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا الأعزاء. هندردش مع بعض كده ونحل مع بعض الكويز بتاع النهاردة عشان الناس اللي عندها أخطاء تبقى عارفة الأخطاء، لأن الكويزات بتاع الكربونيل كومباوند دي من الحاجات المهمة جدا في الامتحانات اللي بعد كده سواء الميد أو الفاينل. فأول سؤال كان عندي كل الأسئلة النهاردة 10 أسئلة كلها عبارة عن ترو أو فولس. أول حاجة عندي سايكل أوكسانون إز أكيتون كونتيننج 7 كربون أتومز. طبعا بقول هيكون تبقى ده عباره عن كيتون، مفيش مشكله. انا بقول سايكلو هيكسانون، طبعا سايكلو هيكسانون يبقى ده كام؟ زي ما قلنا 6 كربون، يبقى 6 كربون، يبقى المفروض 7 كربون، دي خطا، يبقى النتيجه ديت عباره عن ايه؟ عباره عن فولس. سايكلو هيكسا يبقى المفروض كل اللي عندي كام اتوم؟ 6 اتوم فقط، يبقى النتيجه، يبقى العباره ديت خطا. انما هو كيتون ماشي، انما المفروض يكون 6 كربون. في حاله الفانكشنال جروب اللي موجوده عندي في الاروماتيك، لما يكون موجود عندي السي اتش اول الدهيدك مع مجموعه هايلي، لا هايلي بريسيدنس عنها او برايورتي عنها زي الانيلينيا مثلا او الكربوكسيليك اسيد، في الحاله ديت بسميها از ايه؟ از سبستيتوانت. والسبستيتوانت ده بقول عليه فورمايل، ماشي، الجزئيه الثانيه دي كربال دهيد اللي مش صح، يبقى اسمه فورمايل اور ميثانويل. يعني نقول مثلا 3 فورمايل بنزويك اسيد، 3 ميثانويل بنزويك اسيد زي ما في المحاضرات بالظبط، يبقى كلمه كربال دهيد هي ده الخطا اللي موجود عندي، يبقى النتيجه ديت برضه فولس. بي الايوباك نيم بتاع الالدهايد والبروبيون الدهايد والبوترالدهايد، ده عباره عن كومون نيم. الايوباك نيم بتاعهم يبقى الفورمال دهايد اسمه ميثانال، انا قلت بدل الدهايد بحط في الاخر مقطع ال، يبقى كانه عباره عن الكان عادي، يبقى الكان الفورمال دهايد بيحتوي على وان كربون، يبقى ميثان، يبقى احذف الايه في الاخر زي ما قلت في الشرح واحط محلها ال، يبقى بروبيونال دهايد، بروبيونال دهايد بيحتوي على 3 كربون يبقى اسمه بروبانال، بنام الدهايد في الاخر. بيوترالدهايد يبقى 4 كربون، يبقى المفروض ده كام؟ يبقى المفروض ده يكون عباره عن بيوتانال، يبقى الفورمال دهايد ميثانال مظبوط. البروبيونال دهايد يبقى المفروض يكون اسمه ايه؟ بروبانال وليس ايثانال. البيوترال دهايد يكون ايه؟ يكون بيوتانال وليس بروبا ايه؟ وليس بروبانال. يبقى برضو ديت فولتس. في حاله لما يكون عندي السي اتش او والسي دبل بوند زي ما شرحت قلت كده في الالفات والكومباوند عندك في نومنكلتشر هتلاقي المثال ده. في الحاله ديت انا قلت لما يكون الموجودين مع بعض البريسيدنس او البرايورتي بتكون بنسبل من اس بيرنت للسي اتش او، السي دبل بوند او بسميها اس سبستيتوانت وبقول عليها اوكسو زي المثال الموجود عندنا في السلايدز اللي احنا بنشرحها بالظبط، يبقى ديت برضه خطا فولتس. انا هقول هنا، بقول هنا بسمي الكيتون الجروب السي دبل بوند او بسميها ميثانويل، لا بقول عليها اوكسو، والبرسيدنس بتكون لمين؟ طبعا للايه؟ للالدهايد. يبقى هنا كل ده ماشيين مظبوط، بس الخطا فين؟ الخطا موجود عندي ان انا بسمي المجموعه ديت ميثانول، لان بقول عليها اوكسو، اوكسو جروب لما يكون عندي عباره عن ايه؟ عباره عن الفات الكومباوند يحتوي على السي اتش او الالدهيد جروب والكيتون جروب مع بعض توجذر ات ايه؟ اتز الفات الكومباوند، يبقى برضه ديت خطا. الميثيل بنزين اللي هو التولوين لما بعمل له عمليه اوكسيديشن للبنزال دايت وانت بعمله لمين فقط؟ بستخدم له المانجنس دايوكسيد فقط في وجود الاسيديك ميديا، انا قلت اورج دي طبعا الخطا موجود هنا، لان ده لما بعمل الميثيل بنزين او تلوين عمليه اوكسيديشن بالسترونج اوكسيدايزنج ايجنت بيتحول الى بنزويك اسيد زي ما شرحنا الكلام ده في الالكايل بنزين لما كنا بنتكلم في الايه في الكورس الاول، يبقى ده برده خطا. الاسايل كلورايد الاس يعني الاسايل كلورايد اللي هو الاسيد ديريفاتيف او الاستر او النيترايل ديريفاتيف كان بي ريديوز، بعمل بقى قلت كل الاسيد او الاسيد ديريفاتيف بعمل لها ريدكشن برجعها لورا بعمل لها ريدكشن عشان تديني الالدايد، فلازم استخدم ريديوسنج ايجنت الباور بتاعته ضعيفه زي الدايبال اللي هو الداي ازوبيوتايل الومنيوم هيدرايد ليثيوم ترايد تيرشري بيتوكسي الومنيوم هيدرايد ديو تو اتس سترونج ريديوسنج باور، لا ديت المفروض ويكر ريديوسنج باور، اتس ويكر ريديوسنج باور، او لو ما حطيتش الجمله دي خالص لغايه هنا التراي تيرشري بيتوكسي الومنيوم هيدرايد الاجابه صح، انما اقول ده ان ده عباره نتيجه ان هم ريديوسنج ايجنت قوي، لا ده هو ريديوسنج ايجنت باور، انا عامل كل الديريفاتيف اللي فيه دي كلها التراي تيرشري بيتوكسي جروب كل ده علشان اقلل الهيدرايد اللي موجوده فيه عشان تبقى وان هيدرايد فقط، يبقى يعمل مونو ريدكشن، مونو ريدكشن يعني يعمل عمليه ريدكشن بروسيس واحده فقط، يبقى ده يبقى ايه النتيجه ان هو عباره عن ويك ريديوسنج ايجنت، يبقى دي برده خطا. البوندنج في الكربونيل كما بقول ايونيك بولار بوند، الايونيك بوند زي ما احنا خدين في سنه اولى ايونيك بوند يعني واحد عليه كومبليت نيجاتيف تشارج وواحد عليه كومبليت بوزيتيف تشارج زي الصوديوم كلورايد زي اي حاجه ايونيك، انما انا عندي ده مجرد بس ديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي والباي بوند هي اللي بتتحرك، انما ما زالت السيجما بوند الكوفيلنت بوند موجوده بين الاثنين، يعني لما الاوب ياخد الباي بوند بيديني الالكوكسايد زي ما شرحنا، يبقى النتيجه يبقى البوند ما زالت موجوده، انما ايونيك بوند معناه ايه؟ انما
ان انا عنده كومبليت نيجاتيف تشارج وكومبليت بص في تشارج راجل ايونايزد، كلمه ايونيك بوند والديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي زي ما شرحنا في الانتروداكشن بتاع السنه الاولى كبيره جدا، اعلى من 1.2 من 10، يبقى ديت فولس برضه. بعد كده بقول الايثانال اللي هو الاسيتال داد از مور اكتف ذان البروبانون اللي هو الاسيتون تواردس النيكلوفيليك اديشن رياكشن، كلام مظبوط. ليه؟ لان الايثانال عندي سي اتش 3 سي دبل بوند او اتش، انما البروبانون اللي هو الكيتون سي اتش 3 سي دبل بوند او سي اتش 3، فده في عنده سي اتش 3 مستبدله في الايثانال او الاسيتال دايت بهيدروجين، فميثيل جروب الزياده في البروبانون او الاسيتون لها ايه؟ لها بوزيتيف اندكتيف افكت، يبقى هيقلل الالكتروفيليست بتاعه الكربون اوف كربونايل كومباوند، يبقى البوزيتيف تشارج اللي عليها هتقل. تاني حاجه الاستريك هندرنس هيزيد لما يبقى عندي هيدروجين افضل، ولا الميثيل طبعا الهيدروجين افضل، النيوكلوفيل يخش يتفاعل بسهوله، يبقى ديت ترو. بعد كده عندي الاسيتون از مور اكتف ذان البنزال دهايد توردس نيوكلوفيليك اديشن رياكشن، مظبوط الاسيتون او البروبانون احسن من البنزال دهايد، زي نفس الكلام اللي قلناه في المثال اللي فوق، لان هنا البنزال دهايد حلقه بنزين سي اتش او، حلقه بنزين بالكي، علاوه على ان هي النيجاتيف البوست في تشارج اللي هتتكون على الالكتروفيليك كربون اوف كربونايل كومباوند هيحصل لها ويز دروينج، هتخش داخل حلقه الايه البنزين، كان حلقه البنزين في الحاله ديت الكترون دونيتنج، لقت الكربون جنبها بتاعت الكربونيل جروب عليها بص في تشارج، فجابت واحده من الباي بوند اللي عندها الثلاثه وحصلت لها دونيتنج للايه؟ للكربون الالكتروفيليك كربون، فالبص في تشارج اتنقلت من الالكتروفيليك كربون اوف كربونيل كومباوند ودخلت جوه حلقه البنزين وحصل لها عمليه الريزونانس، فكده البص في تشارج اللي على الالكتروفيليك كربون اوف كربونيل جروب قلت. انا قلت عندي الرياكتيفيتي بتزيد كل ما كان الاستريك هندرنس يقل وكل ما زادت البص في تشارج اللي موجوده على الايه؟ على الكربون اوف كربونيل جروب. يعني علشان كده يبقى الاسيتون از مور اكتف ذان البنزال دهايد توردس النيكلوفيليك اديشن رياكشن، كلام تمام. يبقى لازم اعرف انا بقول في وجود مين النيكلوفيليك اديشن رياكشن، مش كل حاجه تبقى تمام الا اذا حسب النيكلوفيليك اديشن رياكشن. بعد كده الكيومين هيدروبروكسيد ميثود بستخدمها لتحضير الفينول، تمام، يعني انا لو جبت من الميثود بتاع بريباريشن او سينسيز اوف فينول بستخدم اللي هي الكيومين هيدروبروكسيد ميثود، وفي نفس الوقت بتدينا انا جبت لنا الفينول ليه؟ لان في نفس الوقت بتديني مين؟ بيديني الاسيتون، فده طريقه من طرق تحضير الكيتون وفي نفس اللي هو الاسيتون، وفي نفس الوقت طريقه من طرق تحضير الفينول في الصناعه. يبقى الجمله ديت صح. ودي كانت نهايه الايه؟ نهايه الايه؟ الكويز اللي احنا قلناه النهارده. اتمنى لكم التوفيق علشان انا بعيد، لان ممكن اسئله من دي تيجي في الامتحان تاني، فالناس حتى تبقى عارفه ايه الصح والغلط والغلط اللي واقع فيه فين. وبالتوفيق يا رب ان شاء الله. سلام الله عليكم ورحمه الله.